تتلاحق الأزمة وتزداد حدتها في تركيا بعد الهبوط التاريخي الذي تشهده الليرة، تهاون ربطه محللون اقتصاديون بسوء الإدارة، ما رفع التضخم إلى خانة العشرات ودفع بالاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع، وأفقد الليرة ثلثي قيمتها في 4 سنوات. أردوغان الذي لا يتفق مع التدابير الاقتصادية التقليدية يعتبر أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، ووجه أصابع الاتهام إلى الوزير المستقيل إثر رفضه خفض سعر الفائدة، مما أدى إلى خسارة الليرة التركية 29% من قيمتها في غضون شهر واحد. استقالة وزير الاقتصاد التركي لطفي ألوان فهو خبر صحيح، وتمت قبول استقالته بعد تقديمها قبل يومين، وتم تعويض تم تعيين نور الدين نباتي الذي كان مساعده، تم كان مساعد وزير الصناعة ليكون وزير الخزينة والمالية، وهو من أشد مناصري أردوغان في موضوع الاقتصاد الإنتاجي ودعم الفائدة المنخفضة. هذا ويمثل رحيل ألوان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ 3 محافظين للبنك المركزي في آخر سنتين. من المتوقع أن نشهد حقبة جديدة في سياسة الوزارة المالية والخزينة، بالإضافة إلى استمرار سياسة البنك المركزي في تخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد الإنتاجي. نعم، هنالك أعباء على الليرة التركية. الليرة التركية الآن هي تشهد تذبذب واضح وكبير أمام العملات الأجنبية، ولكن هذه مؤقتة ولن تدوم. في المقابل، جدد الرئيس التركي تعهده بالحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض، مؤكداً أن بلاده تعمل وفق استراتيجية نمو تقوم على الاستثمار والتصدير.